السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الجزء الأول، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو أنماط الأعداد، حيث سنتعلم في هذا الدرس ماذا نعني بالنمط والأنماط العددية، وكيف نستطيع أن نفهم ونكمل نمط عددي، دعونا نستعد، ماذا نعني بالنمط؟ النمط هو سلسله من الاعداد او الاشكال التي تتبع قاعده معينه لنرى هنا اثنان اربعه سته ثمانيه عشره اثنى عشر وما هو العدد التالي ماذا تتوقع احسنتم اربعه عشر انها كما القفزات بالاثنينات لنلاحظ الان الاشكال باللون الازرق ثم البرتقالي فالأزرق والبرتقالي ثم الأزرق والبرتقالي ما هو الشكل الذي سيأتي بأي لون؟ أحسنتم الأزرق تساعدنا أنماط الأعداد على العد ألاحظ في كل من الأنماط التالية أن كل عدد يزيد على العدد الذي يسبقه بواحد أو بعشرة أو بمئة لنلاحظ هذا السلم الأخضر. خمسمائة وخمسة وأربعون، خمسمائة وستة وأربعون، خمسمائة وسبعة وأربعون، خمسمائة وثمانية وأربعون. نعد الآحاد كل عدد يزيد بمقدار واحد على العدد السابق له. الآن ننتقل إلى السلم الأحمر. خمسمائة وخمسة وأربعون، خمسمائة وخمسة وخمسون 565 وخمسة وستون وخمسة وسبعون نعد العشرات كل عدد يزيد بمقدار عشرة عن العدد السابق له السلم الأزرق 545 وخمسة وأربعون 845 وخمسة وأربعون وخمسة وأربعون وخمسة وأربعون نعد المئات كل عدد يزيد بمقدار مئة عن العدد السابق له أشاهد على لوحة المئة العديد من الأنماط العددية الآن دعونا نلاحظ حركة السهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ما هو النماط يزيد واحد على العدد السابق له الان دعونا نلاحظ السهم مره اخرى واحد احد عشر واحد وعشرون واحد وثلاثون واحد واربعون واحد وخمسون مم. كم مقدار الزياده ممتاز عشره يزيد عشره عن العدد السابق له والان السهم مره اخرى واحد اثنى عشر ثلاثه وعشرون اربعه وثلاثون خمسه واربعون كم مقدار الزياده ممتاز احد عشر عن العدد السابق له الاحظ حركه السهم تسعه ثمانيه عشر سبعه وعشرون سته وثلاثون خمسه واربعون ما هو مقدار الزياده احسنتم مقدار الزياده تسعه عن العدد السابق له، فإذا يوجد لدينا العديد من الأنماط على لوحة المئة، حاول أن تكتشفها بنفسك في المنزل، ننتقل إلى المثال التالي، يوضح الجدول عدد صفحات كتاب من قرأتها ليلى في ستة أيام متتالية، إذا استمر النمط، فما عدد الصفحات التي ستقرأها ليلى يوم الخميس؟ الصفحات التي قرأتها ليلى في يوم السبت قرأت ثلاث صفحات يوم الأحد ست صفحات يوم الاثنين تسع صفحات ويوم الثلاثاء اثنا عشر صفحة ويوم الأربعاء خمسة عشر صفحة فما هو عدد الصفحات التي قرأتها يوم الخميس؟ ألاحظ من الجدول أن ليلى تقرأ كل يوم ثلاث صفحات زيادة على اليوم السابق! ثلاثة، ستة، تسعة، اثنا عشر، خمسة عشر، وثمانية عشر، ممتاز! لقد قمنا بالزيادة بمقدار ثلاثة! من هو الذكي الذي يستطيع معرفة عدد الصفحات التي ستقرأها يوم الجمعة؟ مم. أحسنت! ممتاز! واحد وعشرون صفحة! إذن، عدد الصفحات التي ستقرأها ليلى يوم الخميس هو ثمانية عشر صفحة، عليك أن تحدد النمط، ثم تكتب العدد المفقود؛ عشرة، أربعة عشر، ثمانية عشر. ما هو العدد الذي سيكون هنا قبل ستة وعشرون وثلاثون؟ ممتاز! مقدار الزيادة أربعة، والناتج هو.. اثنان وعشرون احسنتم ننتقل الى التدريب الثاني حدد النمط ثم اكتب العدد ثلاثه وستون ستون ثم عدد مفقود اربعه وخمسون واحد وخمسون وثمانيه واربعون لاحظ هل هناك مقدار زياده او نقصان انتهت الدقيقة أروني الإجابات واحد اثنان ثلاثة أرفع ما شاء الله إجابات ممتازة فإذا كان هو النمط ناقص ثلاثة عن العدد السابق فيصبح الجواب سبعة وخمسون بارك الله فيكم والآن التدريب الثالث حدد أيضا النمط واكتب العدد المناسب خمسمائة وعشرة، ستمائة وعشرة، ثم عدد مفقود ثمانمائة وعشرة، تسعمائة وعشرة، بسرعة في دقيقة واحدة. أروني الإجابات! ممتاز! بارك الله فيكم! سبعمائة وعشرة، وقد زاد بمقدار مائة عن العدد السابق، تعلمنا اليوم استعمال الانماط العدديه سواء كان بالعد بالاحاد او العشرات او المئات اذا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه للمزيد من الاستفاده يمكنكم الرجوع لكتاب الطالب لحل تمارين الدرس صفحه عشر والقاكم في دروس اخرى مع معلمتكم دانا مع السلامه